عدنا مشاهدينا الكرام، عدنا نرجع مع مدام سلوى. نحب نسألك مدام، كنتوا في الإذاعة والتلفزة تعملوا سهرات رأس العام؟ طبعا. كنت تحضر؟ تتذكرش منهم؟ نحضر أنا وأولادي صغار ولا كبار. أنت وأولادك؟ يسر ومش خليهم يسر معليها. ما هي سهلة حتى جدا. حاجة صعيبة برشا. صعيبة برشا ومتعبة برشا. أما كنتوا تسهروا كيفنا نحن؟ نفس الوضعية؟ صحيح نفس الوضعية، وتصير لنا نفس لبان، وتلقى حاجات ساعات ما نتوقعوهاش، وساعات نجوع ونموتوا بالجوع، وساعات نغث شكون يجيب لنا اللبلابي كيما اليوم. دي سونتي كيما اليوم. هذاك هو كيما تقول عبد الرزاق، هذاك المباشر. هذاك المباشر. من عاش وقتها شكون الفنانين اللي كانوا يحضروا تتذكر؟ والله كل الفنانين ولاد جيلي، معناها نمثل كل المطربين اللي موجودين على الساحه الكل، من احمد حمزه الله يرحمه، سلاف ربي يطول عمرها، زهيره سالم الله يرحمها، عليا كي تبدا هنيه، يوسف التميمي الله يرحمه، برشا 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 كانوا موجودين. كان جو حلو. وفرقه الاذاعه. وفرقه الاذاعه، وما تنساش اللي كانت الاذاعه والتلفزه مندمجه مع بعضها، دونك جماعه التلفزيون وجماعه الاذاعه، احنا كفرقه اذاعه اوني توجور معناها اوبليجي باش ناثثوا البرامج. واضح. دونك ديما اوني انفيتي، وديما نبداو حاضرين في الحفلات هذه، ودايوغ فما برشا حاجات موثقه تتعدى كما سهرات مع سي الهادي الجويني. أيه. اللي انا موجوده فيها، واحده من الناس وانا صغيره بالكل. أيه. عمري يمكن 17 18، فيها الفرقه الكل، وفيها المطربه نعمه، وفيها الناس الكل معناها جماعه اللي دعوا التلفزه. جو حلو كان بصراحه. حلو سامحني. شو أقول لك اللي حتى ليلة جو حلو برشا، ونشكرك برشا. يا ربي يخليك. عايشك مدام سلوى. نشكرك برشا اللي استضفتني، خاطر تعرفت على برشا فنانين جدد ما نعرفهمش، وما كنتش نجم نعرفهم لولا استضافتك ليا في هالاستوديو الجميل. ديما تنورني بوجودك، ديما مدام سلوى تنور. نمشيو للرقوخة، نبدلوا الجو مدام سلوى. نمشيو طبعا. عبد الكريم البنزرتي. أي يلا عبد الكريم. ولدي الرقوخ مع عبد الكريم البنزرتي. يا ولدي يا بابا. الله 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 الله
تعيش وطيرش من تحمامي العش الغالي ما تهدي قلبي يسبك الوداد.
برافو عبد الكريم البنزرتي، برافو برافو برافو. على كل حبيت نقول اللي كي تسمع المزود مع عبد الكريم البنزرتي، المزود القديم اللي نعرفوه الربوخ، يعني عبد الكريم الربوخ هذاك ما بدلتش انت، حسيتك قعدت تحب المزود القديم اللي الناس عندي يشتغل. المزود القديم اللي هو الربوخ، وعندي المزود المودرن، اما ديما المزود الربوخ القديم ديما يقعد المزود نتاعنا القديم اللي هو المزود هو الربوخ. هذاك هو. يلا عبد الكريم، امنياتك في 2022؟ والله امنياتي ان تنزاح علينا هالغمه كما قلت لك وسبق بكريكا، وامنياتي ان نحقق برشا احلام كنت نحلم بهم في الدومين نتاعي. امنياتي لبناتي في نجاحهم، امنياتي لتونسنا العزيزه الغاليه انها ترجع تونسنا كما كنا نعرفوها بهيبتها وبقيمتها في كل انحاء الدول الكل، معناتها يضربوا بنا المثل. امنياتي في 2022 ان نقولوا الناس كل في ان شاء الله تونس تكون في احسن حله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. على كل 2042 مش 2022، 2042 رحينا ربي، زعما كان حياتنا القدره. عبد الكريم كيفاش باش يكون؟ ما واحد ما يعرفش على قول 2042. عبد الرزاق متقاعد، كان عشت متقاعد يتفكر ليامات هذوما. عليه هو يتقاعد المنشط، ما يتقاعد. يتقاعد المنشط. ما يتقاعد. الفنان عمره ما يكبر. لا الفنان، المنشط الاعلامي. المنشط حتى المنشط فنان. انت بقدرة ربي كيف فرعون باش تقاعد. يلا
عبد الكريم كيفاش تكبر؟ باش نوريك تصويرك كيفاش باش تكون انت. باش تتفاجئ يا عبد الكريم، انت بعد 42 سنة باش تشوفوا صورة عبد الكريم البنزرتي كيفاش باش تكون. ترى شوقتني خويا. ها ما تبدلش برشا. ها منخب ولا اخي العبد كي يكبر يتخام هو. حلوه عجبتك تصويرتك بالضبط هذاك انت. والله بالحق هذاك انت بعد 22 سنه يعني برشا. يعني العمر قداش هوني بالضبط بعد؟ ايه ما تقولش عمرك. اي عاد ايه بالضبط. تحب تقول لنا 82 وقت 82 احنا 22 توا. اي قداش تولي؟ دونك نولي 74 74 74 سنة فوالا. هكا هذاك ان شاء الله تكون في صحة جيدة. هو برشا التصوير ان شاء الله تكون في الصحة الباهية وتكون شيخوخة مريحة. عايش عايش ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مدام سلوى أمنيتك أمنيتك؟ والله هي أمنيتي كما أمنيات الشعب التونسي الكل. أنا صعيد الشخصي نحب أول الصعيد. حاجة لا قبل الشخصي، الشخصي جزء من البلاد كاملة. أي أكيد نتمنى وساعة قبل كل شيء إن شاء الله يا ربي الاطمئنان والحياة الباهية في تونس، أنه الشعب كامل يرجع نعيشه كما كنا قبل في رفاهية في أمان. وأنا جو في بارتي من هالشعب هذا طبعا. نتمنى أني أولاً الصحة قبل كل شيء، ثانياً الأمان، ثالثاً الفرحة بوليداتي، رابعاً نتمنى أني ربما عندي أفراح في العائلة إن شاء الله يتموا بكل خير. إن شاء الله يا رب. شيماء قريب تحرك. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نفرحوا لها شيماء. إن شاء الله. قصي أمنيتك في 2022؟ إن شاء الله 2022 نحقق اللي ما عملتوش في 2021، وغلطت برشا غلط 2021، جاتني برشا حاجات فاتتني كما نقولوا، ونحاول معناتها في 2022 ناخو رأيي وحدي معناتها من غير ما نشاور حد، من غير ما يتدخل معايا حد. سارة شاورت بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة. ما هو حتى أنا كيفك، كل ما نشاور نحسب، كل ما ناخذ قراري وحدي كل ما يكون باذن الله. ما نعرفش وليت هكا ساعات يقول لك الواحد يستشعر شو الاغلاط اللي عملتهم مع منيو مثلا، شو اللي فاتك؟ فاتني برشا حاجات مثلا غير جد. اني مثال ظهرت في الفندق باش انا قعدت معاكم توا هنا في القاعده الحلوه ذي، فاتتني حاجه اخرى غير الفندق، كنت نجم نزيد بها اكثر الكارير. الغناء الغناء يموت على الغناء. لا 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 جات في اني باش نمثل في حاجه اخرى وما مثلتش، شاورت شكون وخذيت برايو قال لي ليه، قلت بربي فيش كنت باش تمثل؟ كنت دور مهم في مسلسل اخر دور مهم. وي قلت لا علينا فيه نحاولوا نصلحوا 2022 مادام في ريفيون مانيش باش هكا هو خويا توك تجيني المره الجايه نحرجك ان شاء الله يا رب. يلا 2042 بعد 20 سنة أخرى كيفاش تصورك؟ كيفاش ترى روحك 20 سنة أخرى قصاي؟ ترى روحي حققت اللي نحب نعمله الكل إن شاء الله، وخرجت منه صاي وخذيت به كل شيء اللي نحب نعمله، دار وعائلة وكهرباء وكل شيء ريتو هذوكم كل صاي نخرج منهم ونرتح بالي ونقعد راي. إي راك تعرف بعد 20 سنة قداش يولي عمرك؟ بلي باش يولي زدت في طمسك. بلي باش يولي يقول لنا قداش؟ اما نحسبوا 20 سنة معناها بلي باش يولي 20 سنة. باش تولي في 40 تحب تحقق هذا كله؟ اي هما 20 سنة معناتها ماهمش شوية زاد. تنجم تحقق فيهم برشا حاجات كما في عام تنجم تحقق برشا حاجات زاد. انا اخوك ضربت 50 سنة ما حققت شيء. ما حققت شيء. ان شاء الله يا ربي تحقق. انا عبد الرزاق على كل نتمنى لك الامنيات الكل يا قصي اللي تحب تحققهم عايشك. ان شاء الله يا ربي يكتبهم لك ان شاء الله تحققهم، وان شاء الله نخلط عليك انا ومدام سلوى وعبد الكريم ومهالي انا اكبر منك نخلطوا عليك ونراوك في الصوره اللي تحبها ان شاء الله. لكن انت بقى شو بعد 20 سنه اخرى كيفاش باش تتبدل؟
والصيف باش تتبدل برشا 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 برشا. هذاك قصاي بعد 20 سنة أخرى. بالحق هذيك صورتك قصاي مش صورة أخرى. تبدلت ياسر. تبدلت برشا. تبدلت برشا برشا. هذيك علاش نحاول نخرج ونرتح روحي. ياسر 20 سنة تبدل. هكا. يعني 20 سنة ما فهمتش علاش شعره بياض. كل شيء وجهه تكمش هكا. وجهه. صحيح. بالحق. شنو 20 سنة مثلا؟ حاسين نتمناو ما تكونش ما توليش هكا. إن شاء الله يا ربي ما نوليش هكاك. هي راهي فكرة، فكرة فقط نجم تكون مش هكاك. إن شاء الله ما نوليش هكاك هكا. يلا، ما اشتروا أمنياتك في 2022؟ إن شاء الله ساعة تهدى البلاد ويرجع الزيت ويرجع السكر ويرجع العجين وترجع الفاريلا ويرجع الشاي. وان شاء الله تلافز عايشها يا خيتي حاسين بينا، ونحب تلافز ترجع تخدم والمغنين يرجعوا يغني، ونحب الفرحه ونحب الجو. شنو هذا؟ فين ماشيين يا عايشك؟ هيا ماهيش تقولوا تخاف من الكبر؟ نخاف من الكبر؟ ليه؟ كل عمر عنده محلاه، عنده الشارم تاعي. تعرف انا تو في العمر هذايا حسيت روحي قبل 20 سنه كي كنت في عمر قصي وكل شيء، نحس روحي مانيش كاني هكا، مانيش سور من روحي. توا كلمتي نقولها، حكايتي نحكيهم، اللي نحب نقول له اقف غادي اقف غادي، ونفهم عرمش ما يعديها علي احد. لفحه لفحه معروف. هاي انت ما هيش تورو بعد 20 سنه صوره ما هيش تورو كيفاش باش تكون؟ تفضل. هذه هذه مش ماهيش تور، هذه طليانية ساعة وواحدة أخرى. فما كان الخاتم والمنقالة قعدوا هما والبراسلي. ليه وحدات أخرين؟ أه وحدات أخرين مش هذوك. أه وحدات أخرين. أما تصويرك مازالوا في الدار. أما ذيك أنت يا هذيك انا تحب تكون هكاك. اي ما نخمر المراه ماشيه وتصغر تفرج قداش ضعفت بجاه ربي. لا ضعفت في ديمونش خليتك سوينه توا ضعفت. وتفرج زيني وتفرج عيني، ولا انا خليك تفرح بيها كل نهار. انت تبوتوكسي وانا بوتوكسي. ما تشوف اسمعني افرح افرح افرح. هاك باش تراني انا كيفاش وليت؟ باش تتفاجئوا بعد 20 سنه كيفاش باش نولي؟ يلا عبد الرزاق شافي بعد 20 سنه. اسمع اسمع. ليه تقول صدام حسين انا؟ ليه هذا شغل الروح للروح؟ والله ليه؟ والله ليه؟ والله كل مش نفس هنا محلية وليت. برافو برافو. غارت مني والله تهبل هكا. مش خصنا نراوك هكايا فيلي بوافر الشعر واللحيه امريكاني والله. ما زعما شعري يقعد، زعما شعري يقعد كيما. ليه باش يقعد؟ يصلي عني صايب شوي. ربي انا نحب نشكر شكر كبير وموصول للهاي ستايل pour les soins capillaires ou la coloration. Merci beaucoup, High Style. On a le centre Sabrina Sherif pour le make-up. Mehdi Hjaïj aussi pour les retouches. Au choc Kabir, Madame CM Boutique 50-50. Naj Saïd Abou Bakr, fi Salambo. Merci beaucoup. Choukra Lik Maha. Abdelkrim El Benzarti, Ferbouch. Yalla. والله يا سوسو بالله يا سوسو يحبوني ننسى قلبك ندوسو. والله يا سوسو بالله يا سوسو يحبوني ننسى وقلبك ندوسو. لا لما نشويهم بيدي نقويهم، لما نشويهم بيدي نقويهم، وقدام عينيهم خدك نبوسو. والله
ما شمتش عداك عشت الحب معاك حببتيني دروس وسوس وما ننساك ما شمتش عداك عشت الحب We're
مرة واحدة عملت فيا كريم البنزارتي. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ثم نعود.